سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 4 ديسمبر 2022، الحلقة الثانية من برنامج الاستشفاء بالهوية. وصلنا لغاية إن زرنا مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وقعدنا معهم في حضرة الموظفين وطمناهم إن بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة مش هتقلل منهم ولا هتضرهم ولا هتقلل الامتيازات اللي هم فيها، بل بتدعوهم إلى حالة جديدة وإلى منافسة شريفة وإلى ارتقاء ورقي أفضل مما هم عليه من حالة روتينية ليس فيها منافسة وليس فيها مهارة ولا جدارة إلى آخره. قعدنا بنرفع في الواقع، بعتنا الاستبانة، الاستبانة بدأت الناس تملاها. الاستبانة عادة من 20 ل 30 استفسار تقريبا. حدثني عن مهام عملك، ما هي طموحك للمؤسسة، كلمني عن، عرفني بالمؤسسة، ما هي القيم المضافة ومصفوفة القيم لدى المؤسسة، كلمني عن خدمات المؤسسة وإلى آخره. طبعا الاستبانة دي الهدف منها هو ان احنا نشوف نبض المؤسسة الداخلي، علشان هذه الاستبانة بالإضافة الى الملفات التعريفية الموجودة بالمؤسسة بالإضافة الى الاجتماعات والنقاشات هي 3 مصادر للمعلومة مهم جدا علشان نبني بهدوء وفلسفة وإتقان وحساسية وعمق. أنا أنتقي كلمتي، هدوء وفلسفة وإتقان وحساسية وعمق ما يسمى بالكيان المعلوماتي. الكيان المعلوماتي هو الإصدار الموحد للحقيقة، The single version of truth، الإصدار الموحد للحقيقة. هذا الكيان المعلوماتي بيكون فيه الأشياء الرئيسية والمعلومات المهمة عن المؤسسة أو الكيان أو المجموعة أو المبادرة أو أي ما بنعمل له منظومة الهوية. الكيان المعلوماتي بيكون فيه التعريف والتوصيف والاسم الرسمي واسم الشهرة واسم اللوجو، بيكون فيه الرؤية والرسالة والأهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة، بيكون فيه الدلالة، بيكون فيه الوعد السلوجن، بيكون فيه الميزة والميزة النسبية والميزة التنافسية المستدامة، بيكون فيه الخدمات والمشاريع والحلول والمنتجات والمبادرات والانتشار والتوسع والهيكلة والمكانة والسمعة والتموضع، بيكون مليء بالتفاصيل. هذا الكيان المعلوماتي احنا بنملاه من 3 مصادر اللي قلنا عليها: اوراق التعريف الموجوده بالمؤسسه، الاستبانه الرقميه اللي بتوزع عبر جوجل لينك، والاجتماعات المسجله الموثقه بيننا وبين العميل والادارات والموظفين على اتساع المؤسسه. بعد ما بنبني الكيان المعلوماتي بنبدا نجلس جلسات 1 تو 1 ايضا، 1 تو ميني ايضا، مع المالك ومع السي ليفل، السي او والسي او او والى اخره، وتحديدا الرئيس التنفيذي والمدير العام والمدير التنفيذي ومدير العمليات ومدير التشغيل، علشان نشوف مدى دقة وعمق وملائمة ومطابقة كل ما ذكر في الملف التعريف الكيان التعريفي. طبعا بعد ما بنتهي من هذا الكيان وتدقيق هذا الكيان وما فيه، نبدأ ننتقل إلى جزئية أخرى وهي اعتماد الكيان المعلوماتي ونسخة منه إلى الكرياتيف تيم عشان يبدأ الهوية البصرية، نسخة منه إلى الديجيتال ايدنتيتي فريق الهوية الرقمية، جزء منه إلى الهوية الإدارية والتنظيمية، جزء منه للإدارة وللموظفين عشان يبدأوا يشتغلوا بموجبه. إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في مرحلة أن الهوية، أن منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة تأخذ الشكل الجديد بعد ما حالة الانتباه تمت وحالة اليقظة والشوك الإيجابي، وبدأنا يكون عندنا معلومة كونكريت ينبني عليها قرار. الكيان المعلوماتي هو كيان معلوماتي له صبغة ل5 مواصفات. المعلومة في الكيان المعلوماتي ليها 5 مواصفات: معلومة كاملة، صحيحة، مدققة، مجربة، مطابقة. هذا الكيان المعلوماتي خلاص أصبح دستور وأصبح قبلة وبوصلة. كل من يريد أن يتعرف على المؤسسة أو ينتبه أو يفهم أو يعني يعرف أو يصل إلى عمق ما داخل هذه المؤسسة، لا عليه إلا أن يحصل على نسخة من هذا الكيان المعلوماتي، حيث أنه بعد اعتماده يتم إصدار نسختين
نسخة قابلة للتداول ونسخة معلومات داخلية للمعالجة غير قابلة للتداول. أنا أحمد حبيب، خبير بناء الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة، ونلتقي في حلقة قادمة مع برنامجكم الاستشفاء بالهوية.